تفاحة يا حياة. صباح الخير يا جماعة. أمين حياة حياة. صباح الخير عروس. رايحين فين احنا؟ انا مش البحر. رايحين بحر؟ بحر ولا بول؟ بول. البول؟ اه. البول ده يعني ايه؟ بول تا 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 ام تا تا. بس ربنا يخليك ما انت مكملة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. رايحين فين يا ندى؟ رايحين البول. تعمل ايه البول ده يا ندى؟ انتوا كلكم البول. انتوا كلكم بتقولوا بول على الصبح ليه يا جدع؟ اسمه حمام سباحه. رايحين نستحمى. بتعملي ايه؟ لبن لحياه؟ اه. لبن 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 لحياه. طب يلا بينا عشان كلهم لبسوا ان احنا اخر واحد. اخر احنا لبسنا. انت اللي ما لبستش. والله؟ اه ربنا. يا جماعه لو طلعت صوتها تلاقيه لسه نايم حد. استنى يا جماعه. سلمى صباح الخير. صباح الخير. ندى اول ما تركب مشروع؟ لا ده ايه بقى؟ والله؟ ركبت قبل كده. ايه ركبت مشروع قبل كده؟ ركبت يا غزل يا فاروق. ركبت اتوبيس ده قبل كده؟ غزل بتقول لي هي عربيت بابا مالها كبرت ليه كده؟ يا جماعه احنا عربيتنا بايظه والله. محمود بص يا جماعه حياه حياه مستغربه من المشروع ده. حياه انت محسسني كده مش عارف. لا والله ما ركبتش قبل كده. والله حياة. حياة صباح الخير. لا ايه يا جماعة احنا دلوقتي في الفندق. لا صباح الخير. لا ندخل طبعا. حياة حياة معايا احلى. صباح الخير. مين تاني قاعد معانا؟ قول لهم صباح الخير يا ماما. صباح النور. لا انتوا قولوا لهم صباح الخير. انت لسه نايمة ولا ايه؟ بص يا ماما قولهم صباح الخير يا ماما. صباح الخير عليكم كلكم. بس كده؟ لسه الصبح. سلمى قولهم صباح الخير. صباح الخير يا اغلى حاجة في حياتي. لا لا قولهم صباح الخير. صباح الخير يا ايه؟ استنى لما شوية. قولهم صباح الخير يا برنس مصر. صباح الخير. انتوا كلكم نايمين يا جماعة ولا ايه؟ لا لسه حبيبي لسه. نايمة ندى لسه ولا ايه؟ بصوا حياة العسل يا جماعة. بينها متسهلة بإذن الله. بس هنا وين اثنين؟ ما شاء الله. بص وين اثنين؟ شعرها يا جماعة شبه وأنا صغير. صح أنا؟ مش وأنت صغير. أما وأنا كبير؟ ولا وأنت كبير بس نفس اللون. حياة؟ لا. حياة؟ حياة؟ بص يا جماعه حياة فرهدت من الشمس ازاي؟ ندى جبت لي هدومي طيب؟ بلاش دوشه. حياة حياة مش عايزين دوشه. ماما ماما تعالى كده ليه يا ماما؟ يا غزال غزال هتنزلوا؟ صالح يا جماعه هو ده اول ما ينزل حمام السباحه؟ اه ايه؟ في المراسي. في بطن امي. في الحمام هناك. حياة بصوا يا جماعة بقى المفاجأة. بصوا يا جماعة المفاجأة. احنا في المنتزه يا جماعة. بصوا يا جماعة. بصوا يا جماعة حمام السباحة على ايه تحفة. تحفة يا جماعة. بصوا. قصر المنتزه هو يا جماعة. واحنا هنا اهو. جامد جامد قوي يا جماعة. بص يا جماعه نادى جايبالي الشورت دوت البرتقالي دوت والبينك ده. جايب حاجه ثانيه ولا لا؟ لا يعني البس اني واحد. البس اني واحده واحده. بنت اخر كلام خلاص مش الوقت مش هنا. امال فين؟ انا عايز اقلع شبك حرور. انت قلع هدومك. الجو حر يا جماعه حر قوي. بصوا يا جماعه ندى جايبه ايه بالله عليكم؟ بصوا يا جماعه ندى جايبه شنطه سفر مش جايه دي يوز. بصوا شبشب فاروز. بصوا راح بقى يا جماعه غير وجاي لكم. انت جايبني ليه انا؟
بس يا جماعه فيروز ما غيره. بصوا ايه فيروز الطعام ما غيرتيش الحياه ليه؟ طيب اغير لها هناك بقى. هناك فين؟ هناك وهي قاعده مكانها. والله والله كلهم بحبكم قوي. بحبكم يا اغلى حاجه فيروز. فرحانه عشان احنا بشير غدا نزلت على فكره. فيروز يوزا فيروزا. بصوا يا جماعه فيروز تنزل الميه. يلا يا يوزا يوزا انزلي يلا. ليها طول يا غزل؟ ليها طول ولا لا؟ اه ليها طول يا ابني. لا ليه؟ يلا يا فيروز انزلي يلا. محمد اخويا ينزلها يا جماعه. فيروز حلوه يا فيروزه؟ اول مره يا جماعه تنزل حمام سباحه من حوالي سنتين، ويعني كانت تعتبر شبه قد حياه. يوتا صباح الخير حياتي. امي طبعا نايمه كانها في البيت. ندوشه والمنتزه يا جماعه، وقصر المنتزه وجماله وحركاته وتكاته. ندى قولوا له ما رايك في المنظر من هنا ندى؟ لا صح يا جماعه، زي ما شفتوا عنوان البيت تحدي السكه يا جماعه. بصوا هنعمله انا تحدي السكه دلوقتي. تعالوا اعملوا فيك. لا بصوا يا جماعه اهم حاجه، لا كده هو كده، لا اهم حاجه لا خلي يا جماعه اهو. اهم حاجه والله ما وقعت. بصوا يا جماعه ما تصدقش فيا، والله ما تصدقش فيا يا عم. انت ايه بتزحلق؟ انا بقول لك مش وقعت. بصوا يا جماعه انت وقعت. والله ما وقعت. لا 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 ندى محمد وقعتنا. هتشوفوا يا جماعه في الباقي الدروب، شوفوا هنعملها لكم بقى ايه. بس احنا هنعمل لكم مفاجاه في الفيديو الثاني تحفه. ايه يا ندى؟ مفاجاه في الجزء الثاني تحفه. بص عندنا على احمد قد ندى فاهم حاجه عليه. بس مش سامعين هم. اسيبني وقعت. معلش تاني يلا. بص على قناه احمد قد ندى فاهم بص بقى كده. بص بص يلا بصوا يا جماعه. يلا بصوا يا جماعه.